ليتو من دار جمرجي وليش لايتو. الشارع هنا نقول بالتفاصيل على السريع كده.
اولا سلام الله عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. دقيقة نحضر الزول ده، انا صبرت عليك كتير، كل مرة شابكني الموقف العملياتي وما عارف افضل من اللايف وما اشبه ذلك. احنا بنعمل لك موقف عملياتي وبنعمل لك لايف وبعد ده بنلخصه لك، انت دافع لنا حق خدمة ولا شنو؟ ده تدينا تعليمات كمان؟ تعليقك ده ثابت شايفه كل مرة كل مرة. امسك البلوك ده يا معلم. ناس موجودة على مستوى اللايف تشير وتجي راي يا اخوان. في ناس كده بيجونا هنا يحاولوا يخلقوا بلبلة او يشتتونا عن الموضوع الاساسي بتعليقات، لكن بس شفت دوار عليك الحظر، بس شوف الصفحات دي كتيرة تتحظر تمشي، بيجي غيرك بيجي غيرك في نفس اللحظة. انا قاعد تنظر، انا بعمل لك لايف، نعمل لك موقف عملياتي مختصر، بنمشي التيك توك بيغادي من هناك، حسام بيلخص لك اللايف ده كله عشان شنو يعني؟ تجي تنظر لنا، في ناس بتتعاملوا معانا كأننا نحن اعلام بتاع دولة، ولا يعني مثلا مجبورين على الكلام ده، مجبورين على الكلام ده والله. حبابك اخونا ناجي ثابت، حبابك اخوانا الناس شير عشان ندخل في الموقف العمليات السريع. الليلة طبعا شغل مشرف، يعني شغل برفع الراس في كل المحاور. هوي الليلة جد في كل المحاور مبلولين، ها والله ما تبقين دق زي الدق، كل المحاور دي كل المحاور الجنجة مفجوغين فيها زي الدق كل المحاور. طيب الشير ده ضعيف جدا جدا، هوي ده ما شير بشق اللايف، ده ما شير بشق اللايف يا ناس، ده ما شير بشق اللايف. اللايف ده لو ما لقى حماية ولو ما لقى شير، ده ما شير بشق اللايف. ناس شير وتجي راجع عشان تجيها البعادة يعني بشق اللايف يا يعني. جبال طبعا اتكلمنا عن مزمن الفقير وعن موقفه المخزي او موقفه الجبان، شايف اتباعه قاعدين يجي يتكلموا فارق هنا، مشابكين لك ما عارف. استلم البلوك ده اسماعيل، اسماعيل هلال، صوت عرج او صوت مطر في راسك يا زلمه، في سالك من الصوت هسه والله من وشك ده جنجويتي. استلم البلوك ده وقور من هنا، وكمان قال شنو اسماعيل لا لا جنجويتي استلم، كان ما جنجويتي جنجويتي. اها طيب جبال الجماعه طبعا جونا لك اتباع مزمن فقير ومناصرين، والله ناس قليل الادب يا اخي، دي ما اخلاق السلف ولا دي اخلاق الدعاء، ها ولا دي اخلاق الدعاء يا اخواننا، تمام ولا دي اخلاق بتاعت الدعاء يعني. الليله لا يمكن انت تكون باللسان القذر ده، انصار رسولنا الله يفضل منكم، انتوا الجماعه التابعين للمزمل ده، المزملات يا دل. انا اقول له شنو غير ان احنا انكرنا على شيخكم، وقلنا له يصحح موقفه، موقف المخزي. زول ساكت على الجرائم يا اخي، وساكت على الاغتصابات، وساكت على النهب، وساكت على المرتزق الغزو البلاد وبيغتصبوا، اغتصاب جماعي ده كله ساكت عليه، وبعد ده متحجج بالفتنه وشابك الناس يا اخي، دي فتنه ودي ما فتنه وما عارف ومين بدا، وبعد ده كمان دخل ذريعه، دخل ذريعه بتاعت انه الحرب دي حرب كيزان او افتح له الكيزان، مع انه كاذب يعني. الكلام ده احنا وضحناه جل في الفيديو جبل. فالناس بقوا ما بتقبلوا النصيحه، جايين طوالي شغالين يردموا قليل الادب. انا ما عارف انتوا دعاء كيف، واسلوبكم ده والله مو اسلوب دعاء ولا اسلوب السلف يا اخي، كلامكم شين، كلامكم شين وقليل الادب. احنا بنرد عليك والله، انا ممكن اقطع بك زلط، امشي معاك اي حته، امشي معاك اي حته، لكن انت المشبك في الدعوه وعامل فيها دعوه هنا داعيه، ده ما اسلوب دعاء يا زول، ده ما اسلوب بيشبه الدعاء ولا نهج السلف الصالح يا زول. احنا جبال اتكلمنا عن كويس، جبال اتكلمنا عن انه يا اخي الشيخ ده يعني قال كلام، والكلام يترتب عليه ضرر،
وفي ناس قعدوا او في ناس امتنعوا عند عمل القوات المسلحه بسبب كلام مزم الفقير ده. وكل الراجل له تاثير، يعني انا واحد من الناس كنت بحترمه. لا انت لولا نبسته، انا قلت الزول ده المفروض يحاكم اذا اصلا في دوله بكلامه وتبليه والتجني بتاعه شنو؟ داهم بيه القوات المسلحه، وما اتكلم عن انه القحاضه هم كويس كويس، وما اتكلم عن انه القحاضه هم قوموا الحرب دي، هم اللي اشعلوها، هم اللي قوموا حميتي على الجيش، ده ما اتكلم عليه. ولا لا بس مسك لك في الكيزان، وعندي ادله وعندي وثائق وعندي شنو وعندي شنو، عندك شنو مش عندك شنو يا زلمه؟ دي حرب. الليله اديك حاجه، هذول قلنا لك خالف تعليمات من يوم 8، من يوم 8 هذول مخالف تعليمات، يعني حميتي ده المفروض بل كتير. يوم 9 كانت ربع تمامه، والله انا لو كنت على القران من يوم 9 كان ردمته شفت مغره ده وديته لاخره. من يوم 9 لو انا كان في محل البرهان ده حميت ده بالذات، فانت ما شفت المخالفات وما شفت نقل المرتزق وما شفت المخالفه، ها وجاي تطلس بالكيزان ومن كيزان. هذول الحجه بتاعت كيزان دي ما بتمشي علينا يا زلمه. واساسا الجنجويد شنو يعني؟ الجنجويد ده مش صناعه الكيزان؟ الجنجويد ده شنو؟ هو الجنجويد ده جاي من وين؟ الجنجويد ده كمان اسوء انواع الاسلاميين بلفظهم الحزب ده الان موجودين بقات صوف الجنجة، وحتى الواجهه الاعلاميه بتاعتهم كلها كيزان يا زول. ربيع وما عارف منو، وشفنا على دكر من هذا كلهم كوادر بتاع كيزان وكوادر بتاع عنف كمان. دي ما اتكلمت عنهم ليه؟ ما اتكلمت عن الباشا الطبيق ليه؟ ما اتكلمت عن التعيينات اللي تم تعيينها في القرب دي ليه؟ ما كلهم كيزان. فجاي داير تطلص لنا وقال دي فتنه، نسيبك وقتل ما عملت اي حاجه، يعني تزالك واحد من الناس مضرر، احنا قلنا لك غير موقفك. فجايب ناس وديل جاي نتكلم، والله ناس ما عندهم ادب كله كله، لكن والله العظيم تحاولون انا والله ليل على نهار اشتغلكم يا اخوانا. ناس تشير وتجي رايعه. طيب فيما يتعلق بالموقف العمليات يا اخوانا، الموقف العمليات الليله طبعا نار وشرار في كل المحاور، والله في بل مختلف، بل قبل كده ما حصل في توجيهات، في بشريات، في توجيهات بالحسم وبالتحرك وعدم التوقف في كل المحاور دي، كان في الجزيرة، كان في مدرمان، كان في كله. الآن في خطط اتوضعت وفي توجيهات بالإسراع والعمليات المفتوحة، يعني كان الأمر متروك لقادة الميدان فقط. كويس، الأمر متروك إلى قادة الميدان فقط، يعني في بعض المحاور. لا الجماعة دي انجلدوا والله في محور الفاو بيغادي دق ودق، ما كانوا متوقعين زاد انجلد وجلد. بس الحركات دي اللي متعوا لك الناس زيل متعة زي المتعة، حركات على جيش على شرطة على مستنفرين على على ديل كلهم الليلة بدو شغالين في المحور بتاع الفاودة، نظافة عديل، بلو جغم زي جغم، عشرات العربات تم تدميرها، وعدد من العربات تم استلامها، ومئات الجنجويد تم بلو، عمليات نشطة. الليلة اليوم ده المحور ده مولع مولع والله، فرسان الجنجويد ديل والليلة ناس المشتركة ده تطوروا مع الناس زي الدقون بالليلة، من قالوا ما دايرين والله يستخدم معاهم كسافة النيران. ووروم لك عرض، ووروم لك كتاب، وتقدم زي التقدم، الامور ماشيه. اوعك تسمع ولا تنجر ورا جماعه بيقول لك يا والله العظيم عمليات يعني ما بالتهويل او ما بالحجم اللي بيقولوا على الناس اللي هناك. انتوا جايبين خبر، انتوا عارفين حاجه؟ انتوا ما عارفين اي حاجه يا زول، تقعد العب بعيد يا زول. هوي عمليات شغاله مدور والشغل مدور، اقسم بالله انا ده صعب متفاجئ قبل كده ما سمعوا بها ذاته. رصع زي الرصع، وناس العمل الخاص والله التحيلم شغل عديل، جيش ده كرب عديل كده بيغادي. حتى الجزيرة هنا برضه شغل زي الشغل، باقي المحاور دي والله نفذ زي النفط. عندك ناس المناقل استلام حي ذاته فيه، وجغم قيادات، بل زي البل يا زول، اصلا ما في اي رخوة. التحيل القشم عموما، تحيل الحركات، تحيل الجيش، تحيل الحركات، تحيل جهاز الامن المخابرات، تحيل الشرطه، تحيلهم كلهم شغالين والله. الناس زي البالين بل صح، اصلا ما وقفوا، وده الكلام اللي احنا بنطالب به. واخواننا الجنجه ما تريحهم،
الجنجة ديل تبلو تبلو، ما الجنجة ديل شفتها ريحتهم ده فكروا اصلا الجنجويت ده زي المساجد في الميدان، تريحه بتعبك بغلغلك، عشان كده احسن تبلو تجغم حار حار. فجغم زي الجغم الليله انا سلفاو والله العظيم ريحتونا، ريحتونا في الجنجة ديل، ريحتونا والله، الناس مبسوطين منكم كده، بس ده لا توصف، بل زي البل. طيب عندك العاصمة، العاصمة برضه فيها عمليات نشطة وفيها بل مدور وفيها رصع صاح مدور، عندك عبد الرحمن ما شاء الله تبارك الله، ها الجماعة شغالين والله العظيم، نفذ زي النفذ، بل زي البل يا صاحبي، فتش عديل كده شغل تقيل، مدور غربي عبد الرحمن، جغم ماشي اصلا، الجغم في غرب عبد الرحمن ما وصل ما وقف. وبعدين اسمع الناس اللي بقول لك قال لا لا يا اخي والله العظيم الشغله دي وما عارف ظهرت بعد البوستات كده، بقول لك طولت ما طولت، شوف دي حرب المدن يا حبيبي، هوي عشان نكون واضحين معاك، دي حرب مدن، دي بين الدقيقه والثانيه في عسكري بالضرب، في عسكري بيستشهد، ما شغل سايد، دي حرب مدن قتال بتاع شوارع، شغل داير صبر، دار حسابات، ما شغل ساهل، ما شغل بتاع شنو؟ بتاع تنظير مستعجل، انزل تعال خلي يسلحوك امشي قاتل مع النازل، نحن بنقدر شغل مدور، نحن شغل ما في زول وين بمسك خشمنا، والله العظيم ما نقدر نتكلم هنا طوالي، ما عندنا حاجه لزول ولا مرتبطين بزول ومستغلين، لا تابعين لفلان لا تابعين لعلان، تابعين للوطن فقط. فالبل قربيهم درمان مدور وشغل زي الشغل، وناس تكساس برضو تحية لكم والله العظيم، بالين وشقالين وشغل كتامي، الشغل بتاع كتموكو سواقة زي السواقة، كتموكو أصلي سواقة زي السواقة، أقسم بالله العظيم الجنجة ديل داخلين في فتيل ما يعلم به إلا ربنا، داخلين في فتيل، الناس ديل سايب يصبروهم، هو يا الفتاة بتاع الجنجة أمنع الفارق والله، والله العظيم في السوفوق ده ها ما بحد عشان الزين تعبوا يا زول، عشان الزين تعبوا من الكذب، تعبوا من الكذب بتاعكم، ساقين نازل بس شفت سواقه بالخلا ها، وانتوا قاعدين هناك تمسكوا في اموال الدم دي وتعبوا في جيوبكم، والجماعه هنا ينجبوا يستلم البلوك ده يا حسن صوت مطر ان شاء الله كويس، فما تغشوا الناس، هذا نازل الحقيقه، احنا نازل مبلولين يا زلمه، نازل مجرومين والله العظيم، اتكلم معاك جد والله، نازل ساقينهم سواقه صح، ما تغشوا الناس الله يفاطيها بتاع الجنجي هوي، ما تسوقوا الناس مشاط ربيعه يا زول، انت ما بتفتر يا اخي والله، اصلك السماك وضل كذا ضيبه ده ها يا زول، انت ما بتفتر ها، وداك الشيطان داك القاعد هناك داك اسمه منو العامل له بوب داك، اضب زول انا ما اعرف الزول اللي بيشرب اي صنف، يطلع يقول لهم والله لا الجماعة ده جاوا جاوا مش نازل جاوا مش والله نازل، قال اقسم بالله العظيم مدقوقين دق، مدقوقين دق، ممحوطين محت كده، ما حصل شغل نظافة صحيح صحيح. طيب اليوم أربع عربات يا إخوان، ترى أنا ما قاعد نبالغ، أربع عربات دي جاهم واحدة تم تدميرها بالكامل، دي أربع عربات قتالية بالإضافة لعربتين ملاكي، بالإضافة لعدد من المواتر تم جغمة ده في التعامل مع التسللات. الآن الجنجويد أصبح شغلهم غربي ومدرمان عبارة عن تسللات، ما عندهم تواجد معروف قاعدين يشتغلوا فيه أو ارتكازات كده ظاهرة، والله الناس زي راجعين لورا، وبرنامجهم بقى برنامج بتاع تسللات نظام، شوفونا ونحن قاعدين، وحتى في التسللات اللي بيقعوا شنو؟ في كمين، والله القناصين شبعانين في اقسم بالله، داقينهم دق زي الدق، امشي والله يا الله يفاطيها، وقت بتقعد كده امشي سحسن في الناس، امشي ادفنهم جنجويتكم ديل، حتى المصاب بتاعكم ما بتشيلوا يا زلمه، تقولين والله العظيم دق العيش، تحيه كمان بيغادم هناك لما تفيع بتفيع فوق، والله العظيم بل زي البل، جغم زي الجغم اقسم بالله العظيم، اصلا ما ترفع منه، ما ترفعوا منهم دقوم النازل صباح مساء ايش اي زمن، جنجويد ده ها يمشي بس، جنجويد ده يمشي، التعايا المدفعية كرري، تحية لكم الله العظيم، نفط زي النفط.
شغل صح اصله ما ترفع منه. دق هنا وشمال بحري باللون بس اصله ما ترفع منه. فالتحية للقوات المسلحة كمان وربنا يرحم الشهداء، عدد من الشهداء سقطوا، عدد من المصابين، ربنا ان شاء الله عاجل الشفاء وربنا يرحم الماتوا. لا تجنوا من درمان، والله العظيم جايينكم، والله اسمعوا كلامي ده، اسمعوا كلامي ده، مصيركم مصير ناس الاذاعه، والله بالصيب، والله بدمرك ودنقاس، اسمع كلامنا. انا قبل اليوم قلنا لكم في الاذاعه، شابكين الاذاعه وانتوا قاعدين تكذبوا، وانا قلت لكم اخوانا الاذاعه دي قاب قوسين او ادنى، الناس اللي بيصيجوا منا جماعه. لا 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 يا ابراهيم انت قاعد تزيد ابراهيم، وبالعكس كمان انا اكثر لايفات هنا قاعد اديك الزبده زي ما هي، ولا بيشتغل دعايه عسكري. والله ناس الاذاعه دي يا ناس الاذاعه، انتوا ايامكم قربت، يطلع بقال يصبرهم، يطلع الوهم ده يصبرهم. اي اي وانا احنا قاعدين والفلول كضابين وشنو في النهايه؟ صيجوا صيجوا وخلوا ذخاير الجيش، ممكن يكاتل بها 10 شهور زاد الجيش، ممكن يكاتل بها 10 شهور الذخاير دي خلوها. ويا ريت لو كان بنفس الحماس ذاك دقشوا كده، كان دلوقتي سلمونا صالحه دي نظيفه والله. بنفس الحماس ذاك لو كان الناس خلوا ناس العمل الخاص على القشامه كويس، لو كان خلوهم الله كان سلمونا صار حد نظيفة. لكن هسه ما راح يجي، هسه البن مدور النفط مدور، عدد من المتعاونين كمان تم شنو؟ تم السلام وتم جغمه. طيب انا اذا عندك متعاون برضه في ومبدات، متعاون قتل جنجويتي، متعاون امس ركب جبدي في جنجويتي، ده بكون انتحر ما بكون استايق. وانا نازل دخل في حاله نفسيه والله العظيم، نازل ظروفهم كعبه، ظروفهم صعبه 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 عديل كده، نازل نفسهم والله. ده متعاون والله ركب الزول جبدي قدام الجماعه، قدام الجماعه ركب جبدي، ده معناه وصل لمرحله خطيره جدا جدا. ها زول لا لاوز من الجماعه ديل ولا هنا قدام وكده ركبوا لك سكين والله، لا من قال ما داير، ودي كلها اثار البلد يعني. زول بصل لمرحله كده ها بيقنع، بقنع من نفسه. عشان احنا بنقول لكم يا اخي ربنا يزيدكم يعني، خلافاتكم دي كويسه معانا. طيب عندك شمال بحري، شمال بحري الجنجويد موسوعين هناك مدقوقين دق صاح، مدفعيه والله شغاله فيهم شغل زي الشغل. عندك كمان بيقادم هناك اخواننا ناس العمل الخاص زيل الجنود المجهولين، ناس زيل بيمشطوا وبيشتغلوا والله العظيم، شغالين في صمت وشغالين كالتامي وشغالين بعيدا عن الاعلام، لا شايفين ناطق رسمي، ناطق رسمي الليله صح النوم، الليله شايف ظهر وقال لك كلمتين كده. ما هو ده ذاته انا دي حاجه ما لاقي لها تفسير يعني، ناطق الرسمي ده له دور مهم جدا جدا. اول حاجه يطلع يفند اكاذيب العدو ويطلع يعكس كويس انتصارات الجيش ويتكلم عنها ويخط الناس او ينقل للناس ايش الحاصل، لكن ناطق رسمي بقى زي رمضان يا اخي، بقى زي شهر رمضان، معقولة نبيل هسه اخر طلع 200 يعني؟ وده واجبك، وده ليه ذاته اخوان الاعلام يكون معطل الاعتماد يكون على صفحات معينة يعني. في ناس لما تشوفك كده بتطمن، عندك صفحة عامة وعندك تلفزيون، اطلع نور الناس وريهم ايش الحاصل، قول لهم الحاصل شنو؟ ان شاء الله الكلام ده ما يتخطى دقيقتين، لكن الغيبة زي دي ها بتجي، ده كلام عجيب جدا جدا. استلم البلوك ده، استلم البلوك ده جنجويتي، انا ما بتفرفر والله. ده انتظر الجيش قال شنو؟ قال 10 شهور، قال تنتظر انت الجيش ده مسؤول منك؟ قول ما في بلد، حسن كلاسيكي ها؟ ما في جيش يا زول، انت قاعد تدفع مرتبات من جيبك الان؟ ها قروش طرفها في الجنجة ثلاثة مرة تذيل، انت مالك صغير؟ انزل قاتل ليه ننتظر الجيش 10 شهور؟ قال لك انتظر منه، امشي ابقى جنجويتي واستلم البلوك ده وقول من هنا. مسمياته اهمية حسن كلاسيكي وحسن شنو وحسن شنو، كمان خدت لك قال شعار المقاومة الشعبية جنجويتي، والله شفته كان قلبته هو فلاسفة ديل
بيطعنوا في الجيش ليه ننتظر 10 شهور؟ ليه وين الجيش؟ وين ما يا زول الجيش شغال يا زول؟ انت قايله دي لعبه ولا شنو؟ قايله دي لعبه؟ جيش بكاتب في 10 دول، جيش بكاتب في طوابير يا زول. بكاتب في طوابير يا زول، البلد دي الجيش نفسه كان فيه كميه من الطوابير. غير الخونة اللي قاعدين في الاحياء وغير الدول الواقفه ضدنا. والجيش شغال بعد في صمت. وبعد ما طلع ولا خرم ولا يشتغل شغل خارم بارم. شغال شغل مش مثلا بقول لك امشي عدل يحترفك عدوك، هسه الجيش ده ماشي عدل بعد التضحيات اللي قدمها دي، وانت قاعد ماسك تليفونك ليه 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 تقعد تتفاضح؟ مالك ما تيجي تنزل تقاتل انت؟ ما تيجي تنزل تقاتل انت؟ والله نحن 100 سنه ولا يحكمونا الجنجدل مراقب الجنجدل. طيب طيب اخواننا نمشي بحري، بحري قلنا لكم العمل الخاص شغال في صمت اخواننا وبعيدا عن الاعلام، وفي حاجات ما قاعد تصل للناس ذاته، والله في ناس شغالين ما شاء الله تبارك الله كلهم دون استثناء، جيش على هيئه عمليات على ابو طيره على مستنفرين، شغالين شغل ثقيل جدا جدا اخواننا، الناس زي التحيرم اخواننا، اخواننا نحن الناس لمن تتكلم وتقعد تشبك الناس وين الجيش؟ وين الجيش العسكري ذاته؟ وقاتل عشانك انت موهوم، قاتل عشانك انت، لمن يسمعك انت زي ده والله ممكن يقنع منك وخد سلاحه ده يمشي. انت ممسكوا حاجه؟ انت ممسكوا حاجه؟ هسه كان عمل 110 هروب عديل، هان ده مش شنو يعني؟ كان عمل 110 خدت السلاح ده وقال يا عديل كده ها؟ ده الدعم مش شنو يعني؟ فالفلسفة ما حبابها، ونازل دايغين مدوغين الجنجة ديل، لا الجنجة ديل على الأقل أنت أنت بتتكلم كيف أنت؟ أنت قال البلد دي يا أخوان أنت قال الجيش السوداني الجيش ده الجيش السوداني ده دي مؤامرة والله العظيم قلت لك يسقط فيها الجيش الأمريكي ذاته. والله المؤامرة دي يسقط فيها الجيش الأمريكي. أقسم بالله المؤامرة اللي عرضناها الجيش السوداني دي ما في جيش ساحل دي ما في جيش بيتعامل معايا يا زلمة عديل ما في عديل. ما في عديل ما في حاجه كده زاده ما بتصدق حاجه كده زاده لا تصدق يا اخواننا يا معقوله قوات عليك الله انتوا المشكله في ناس ما بيعرفوا الجنجويد ده تسليحهم كان شنو ولا اعدادهم كان شنو ولا بعرفهم كانوا قاعدين وين مفتكرين الشغله دي يعني سهل هذول هو ده مو موضوع سهل هذول هو دي كانت قاعده جوا يعني ما جت من برا كويس ما جت من برا القوة دي يا زول هوي القوة دي كانت قاعدة جوا يا زول النظافة من جوا دي أخطر أخطر حاجة بالمناسبة يعني ده زي العدو اللي بيجيك من برا وبيستلم البلد وبيقعد تاني لما تطلع دار لك فترة عشان كده بقول لك حرب المدن دي مقبرة الجيوش الجيش يا اخواننا نديه حقه كمان الناس ما كمان تكتره ما تكتره استلم البلوك ده اسمك منو؟ فايز ولا هنا مش انت بس قدم لك دعوه غور يلا غور ما دام تصبر شيل سلاحك تعال قاتل يا زول بس لحد هنا وانتهينا فالشغل مدور يا اخواننا وزي ما قلنا لكم الجنجويت هناك قاعدين اما بالنسبه للموضوع بتاع المصفى يا اخواننا ما تسمعوا اي خبر لسه في ناس كده قلت لك بس بتتبعوا الاشاعات بس وبمشي وراء ولا بتعصوا 10 شهور الناس بتقدموا 10 شهور انزل طلع لكم في الاشاعات وبنشروها وانتم بتدعموها وفي نفس الوقت الواحد لما يجي يلقى الموضوع هنا يحبط واحد جاي هنا لك مره قال لي قالت لي الاذاعه دي قلت لها اتحداك انا من بديت انقل المعارك دي يوم جبت لك خبر ورجعت اعتذرت عنه ما بيحصل اتحداك يوم من الايام حددت لك قلت لك القائد الفلاني تم جغمه ولا الحته الفلانيه تم جغمه والكلام ده ما حصل يا زول احنا بعيدين في الشغله دي ما غرور ولا هنا لكن احنا بعيدين في الشغله دي فشنو ما نمشي ورا الشائعات مصفى دي لسه جنجويت هناك اي نعم محاصرين اي محاوله بتاع الاتفاق تم التعامل معاه جاي دافشل يمكن اكثر من 9 محاولات بتاع التفاف وبعدها جنجويت برده فالتحية للقشم هناك عموما يا اخواننا الكدراوية تحية لكم تخصص ناس الكتلو انا من سميناهم الكتلو النازل ما الكتلو ذاته
مدرعات توم، والله تخصص عليه اقسم بالله العظيم، نازل تخصص في الكمائن، بيقوا يشهوا الجنجة، يشهوا الجنجة عليل كده يشهوهم. ها شوف، ما بقاتل السلاح ولا بقاتل العدد، بتقاتل العقيدة العسكرية وبتقاتل الرغبة. طالما عندك أولاد زي ديل راغبين، ها وعندهم الاستعداد انهم يموتوا، ها ويقدموا القالي عشان البلد دي دفعة جداد تنوم قفا، اقسم بالله العظيم الناس العمل الخازن انا نازل حيروني، النازل انا حيروني نازل، والله ما خاف من الموت عديل كده. والله انا في مقدم حلف لي بالله العظيم، قال لي انا عندي ناس لو قلت لهم خشوا النار بخشوها، والله قال لي ولا بعرفهم من زمان، ولا بعرفهم من زمان، جماعتنا ما عمل حارب دي لقيتهم في الخرطوم دي، لكن قال لي اقسم بالله لو قلت لهم خشوا النار ليه بخشوها، قال لنا احنا زادنا استقرمنا في الناس ذل، يعني كهرباء قطعت شنو ذكر، قال لنا زادنا استقرمنا في الناس ذل، الرجاله دي او الثبات او العقيده دي جايبينها من وين يعني؟ فوالله العظيم دي حاجه ما سهله، شفت روح او العقيده القتاليه او الحماس ده المطلوب ذاته يعني، ده المطلوب. فالتحية لهم. طيب نزل التأمين هنا، هوي ناس البر ذيل ناس البر ذيل، نزل التأمين هنا يا بشر، طيب يا اخوانا نواصل، الكهرباء انجمت، طيب نواصل موقفنا العملياتي. ما في حاجه جنوب الخرطوم، جنوب الخرطوم غير انه اليومين دي العقارب بتاعين جنوب الخرطوم شغالين شغل ثقيل جدا جدا، كوابيس الجنجويد العمل الخاص، كوابيس الجنجويد المدرعات، والله جنجويد عرفهم عرفه، عرفهم عرفه يا اخي، ده خدوا لك الجنجويز زي الكدايس لابدين جوا البيوت، الموجات الاولى دي كويس، الموجات الاولى دي كلها على الله كان متوقع من انه الجنجويز ديل يتخارجوا من جنب الكلام، من جنب الاسم شنو المدرعات دي، اللي بشوف الموجات واللي بشوف الجاهزيه بتاعتهم، هل بقول منو انه الجنجويز ديل كان المدرعات دي ما بردوا منها، هسه بردوا منها، بقوا قاعدين بعيد بقوا يهاجموا بعمليات كده يعني خفيفة وعمليات خجولة وعمليات يائسة وعمليات بائسة، وبعد ده بتم بلهم يعني. فالقشامة بتاع الجنوب أمس خلطوا النازل وساقوهم شمالا سواقة ثقيلة، الليلة بردوا لأن ما في حاجة غير القصف المدفعي الكثيف، وده اصبح شيء ثابت يعني. طيب بالاضافه لبعض المسيرات الشغاله شغل نوعي، شغل المسيرات ده بقى شغل نوعي يعني، لكن الملاحظ انه الفتره الاخيره دي بدا في مدرمان، وعندك حتى جنوب مدرمان فيه شغل بتاع مسيرات، جنوب الخرطوم فيه شغل بتاع مسيرات، عندك الجريف فيه شغل بتاع مسيرات واستهداف، عندك كافوري كذلك في شغل بتاع مسيرات، حول القياده في شغل بتاع مسيرات، عندك المقرم برضه في شغل بتاع مسيرات وفي شغل بتاع تدويل، يعني عدد من عربات الجنجة تم جغمها، شغل زي الشغل وبل زي البل. يا اخوانا الزول ده طابور ولا شنو الزول نزل الكهرباء ده؟
طيب يا اخوانا نعرج الفاشل، الفاشل بخير وجنجويت الفاشل مبلولين وما تسمعوا الاشاعه وما تسمعوا كويس الدعايه بتاعت الجنجويت يقول لك ما عارف فصل التعزيزات ها وما عارف فصل شنو يا اخوانا نازل كضابين نازل نازل كضابين لا عندهم تعزيزات وصلت ولا عندهم متحرك بتخاف ديك الفاشل يا جنجويدي بس خلي الكلام الكتير امس تاس الحركات متعوكم فيها متعه ثقيله والليله برضه دوروكم متفاجئ كده لما اتقلعتوا متفاجئ كده لما اتقلعتوا معناته انتوا بتعرفوا الناس شنو يعني جنجا ده شنو الحقد ده يا جنجويد انتوا سبحان الله الجيش يبين لكم تبين للمواطنين وبعد يقول لك احنا جاهزيه ولا احنا سرعه ولا احنا حزم ولا احنا شنو ولا احنا شنو والله العظيم الحركات نفضت لك الجنجويد ده النفط مستودع بتاع زخاير تم جغمه عدد كبير من الامداد بتاع الجنجة تم جغمه على يد ناس الحركات او المشتركة مشتركة فوق شغل زي الشغل وبل زي البل ودي قضية الشغل ده شغل مصيري بتاع الفاشل ده شغل مصيري ده ولا بتقبل شوف انتصار انتصار الفاشل مقبرة الجنجويد طيران ما يقيف مدفعية ما تقيف مداهمات ما تنتظر الجنجويد دي لاخواننا بس الحركات احنا والله تواصلنا انا مصادر والله يعني تواصلنا مع عدد كبير من الناس الموجودين هناك ناس الحركات الكويسة الحسنة الوحيدة في ناس الحركات يا اخواننا الان بيجوا بيقول لك يا اخي احنا ننتظر شنو احنا دايرين شنو دايرين نتقدم احنا ننتظر شنو احنا ما جينا الانتظار احنا ما طلعنا من الحياد ده عشان ننتظر احنا دايرين نتقدم وده كلام كويس جدا جدا ده كلام كويس جدا جدا احنا دايرين الشغل ده مشان احنا ما دايرين ننزل لكم وحسن الفجر احنا دايرين ننزل لكم في رقبتهم دايرين نصل الجنينه دايرين نصل الضعيم دايرين نصل نياله شغل دفاع ده شنو؟ حركات مسلحه على جيش على مقاومه شعبيه يبقى البرنامج الهم في الفاجر احنا ما دايرين الكلام ده دايرين الجنجويد يشيلوا هم في المناطق اللي قاعدين فيها دي دايرين الجنجويد يشيلوا هم في المناطق اللي قاعدين فيها دي فالفاشر اخواننا امان والحياه في الفاشر كويس الناس قاعدين ما تسمع الاشاعات تسمع الطلس واليومين ده القحاطه قايمين وواقعين ويقول لك قال والله العظيم الصفحه اقصد عندهم صفحه كده بتاعت هنا عاملين لك فيها الفاشر اخبار الفاشر شنو والله صفحتهم دي جنجويتيه والصفحة دي ما حصل نقلت خبر صحيح كله سواقة بالخلا وكله طلس وناس بعيدين من أرض أو من الواقع ما عندهم علاقة بالواقع شقارين الطيران يشين هجوم الطيران لا يتدار نازل الدم ورد يعني دار يقسموا لهم عصير ها زول جاي من هناك جاي بتوعد كويس وبطلع في تصريحات وبسجلها في فيديوهات في لايفات بقول لك احنا جايين نجرب الفاشر احنا جايين وبهدد في المواطنين وتوعد في 100 داير الطيران ما يدقوا ايه داير الطيران ما يدقوا يعني ولا داير شنو يعني يا اخوان الموضوع بتاع الكهرباء ده وترنا لحد هنا ونقيف ده قال لي كهربتك قاطعه اكيد كهربتي قاطعه قطعت الكهرباء طيب يا اخوان لحد هنا ونقيف السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ونلتقي غدا باذن الله تعالى ده قال الجزيره جبيل ذكرناه في بدايه اللايف لحد هنا ونقف السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته